أنت من خلال دراستك للنموذج البدوي في الربع الخالي والصحراء القاسية، قلت لابد من تلقي الحضارة الغربية في معايير المجتمعات الخاصة بهم في هويتنا. أيوة. صحيح ولا لا؟ صحيح صحيح. هاي سويتها في بحثك في كتابك. صحيح. بدل البدو. هي كذا. أنا رحت هناك علشان أتعلم منهم. مش علشان أنا أدرسهم وأقول لهم يعني كذا أمريكا كذا إحنا بنسويها كذا وكذا كذا. أنا كنت بحب أن أعرف كيف يعني هم بيعيشوا في منطقة يعني اللي ما فيهاش مطر، يعني ومطر قليل جدا، ويعني بيشتغلوا كذا مع الإبل، ويعني يعيشوا من المعيشة حاجتهم، وإيش المعلومات اللي عندهم. هم كانوا بيتعلموني يعني وش اسمه الحشيش هذا، وايش اسمه هذا، وهذا كويس علشان الناقة، وهذا مش كويس علشان. كان عندهم هبرة يعني ما شاء الله، يعني كل ذا بتروح يعني مع التغير الآن. يعني الناس يعني يسكنون كذا في البلد في المدينة، مش عارف ايش بيكون في تغير. يعني المفروض ان بنحفز الحاجة زي كذا، مش بس من عند البدو، برضه من عند الحضر. برضه يعني درست من عند الحضر، بس برضه من عند الحضر والناس اللي من المدينة. يعني الرياض كيف كانت زمان، والكويت كيف كان عايشين يعني زمان قبل البترول، ومش عارف ايش. ومش هي برضه العادات والتقاليد، يعني برضه الفولكلور والحاجات كذا، لكن برضه الحاجات الاقتصاد والسياسة. صحيح. يعني لكن دكتور عبد الله والدين، يعني كيف كانت الدين يعني معروف عندهم، يعني